أنا عندما أقف على قبر الحسين ما ظلت عيوني بس مشدودة للرملة أو للضريع، لا أتبين شوي، أرجع إلى مخيلتي، إيش أشوف؟ أشوف إيد مقطوع إصبعها، أرى رأس فصل عن الجسد، أشوف جبين نعم فيه أثر للحجر، حجر الذي رمي به الحسين، أشوف كله، أشوف الجسد الصريع المقطع، هذا هو اللي ينبعث أو يتلقاه المتلقي عند الوقوف ميدانيا على قبور الشهداء. شممت ثراك فهب النشيم نشيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. إذن احنا نصير حتى نقف ميدانيا، حتى نطي مجال للخيال مو للعين وحدها، نطي مجال للمشاعر لتستوعب هذا الشهيد الراقد تحت هذا الرمل، لتشم عبير الدماء دماء الشهادة. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع كأن يدا من وراء الضريح، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل بشرف مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فيا ابن البتول وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا فرع هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري، رددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضعي، وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور فانوا وقاءة والأدرع.